كنا زمان منذ أكثر من 20 عاما لما ندخل مع جماعة التكفير والهجرة في الكلام على التكفير، أول ما نجلس السؤال: ما تقول في الحكام؟ لا، المسألة لا تكون هكذا، لأن الكلام في الحكام أو غير الحكام هذا فرع. نأصل الأول نشوف هل نتفق على الرسول ولا لا. اتفقنا على الرسول نكمل، اختلفنا في الرسول بكل واحد وحده المعصوم الذي لا يجوز أن يرد عليه حرف مما يقول. قل للأولى: حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء. عجبا لنا، بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء. لا تتركوا قول الرسول لقولنا، إن تفعلوا هذا فنحن براء. هو وحده المعصوم فاستمعوا له، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام مسيو إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل المفتي بتاعنا مثلا دلوقتي لما الست بتقول له بتاع برنامج على النصر تقول له احنا طبعا في اخر الحلقة متعودين ان احنا نسألها عارف خلاص. طيب طب تحب تسمع ايه؟ والله انا بودي الودي ودي اسمع المنشاوى ولا محمد رفعت، بس طبعا انا مش عايز ابقى شاذ واطلع عن التقليد المتبع للبرنامج اللي بقاله اكتر من 30 سنة بيذاع. فيتقال اخيه عليه ها قرآن في برنامج على الناصية انها لا احدى الكبر. فانا مش عايز ليه؟ مش عايز اطلع عن العرف ها، ومش عايز اخالف الجماهير وابقى شاذ. فنسمع سوم ها، وعلشان هو مفتي ومتدين مش هيقول بقى هات اغنيه خليعه ولا حاجه بعيد بعيد وحدينا والكلام ده، لا، دعاني لبيته لحد باب بيته ها. ده بقى المناسب عشان هو المتدين، يبقى نجيب اغنيه ايه؟ اغنيه دينيه. ما ضره ان يقول لا؟ ما الذي يضره؟ عمال يهدم مين؟ والله لن ينفعوه إذا وقف بين يدي الله، مش حد ينفعوه أبداً.